طيب، في بداية الحلقة مشاهدينا الكرام، يمكن احنا كنا طلعنا في جولة مع زميلنا ومراسلنا أشرف مبارك من قصر السكاكيني. قصر السكاكيني أحد القصور الأثرية والثقافية المهمة في قلب القاهرة، تم تأسيسه في أواخر القرن ال19 وبيضم الحياة بين جنباته العديد من التحف والزخارف والتماثيل المميزة. الحقيقة احنا هنحاول نطلع لجولة تانية دلوقتي مع زميلنا أشرف مبارك أيضا اللي موجود هناك في قصر السكاكيني، في محاولة مننا الحقيقة لإلقاء الضوء على هذا القصر الأثري المهم، ودعوة أيضا للاهتمام بهذه الآثار اللي ربما تكون أهملت إلى حد ما في السنين الأخيرة. خلينا نروح لزميلنا أشرف مبارك ونشوف جولته داخل قصر السكاكيني. أهلا بيك مرة تانية أشرف. أشرف، أنت سامعني؟ بالفعل محمد، بسمعك بوضوح. تمام، يعني قول لنا إيه اللي عندك من داخل أروقة قصر السكاكيني دلوقتي يا أشرف؟ محمد، طبعا برحب بكم مرة تانية من قصر السكاكيني. المرة دي هنتكلم عن بعض الحكايات الخاصة بهذا القصر. يعني نحن الآن متواجدون في أحد الواجهات الأربعة الخاصة بهذا القصر، ويظهر في الخلفية يعني تلك النافورة التي تحمل ما بين يعني طيات العصر الإسلامي والمتمثل في يعني بعض أجزاء النافورة، ويعني تحمل أيضا بعض طيات العصر الإغريقي أو البيزنطي والمتمثل يعني في هذين الأسدين الذين يعني تنطلق منهم المياه تتمثل في تلك النافورة. إذا تحدثنا أيضا يعني بخلاف تلك النافورة التي تظهر في الخلفية والتي يعني تتمثل في الأسدين على الجانبين، هناك أيضا تلك الشرفة أيضا التي تظهر في الخلفية. هذه الشرفة كانت تستخدم من قبل يعني حبيب باشا السكاكيني في فصل الصيف لي يعني الجلوس بها والاستمتاع بالهواء العليل هنا داخل تلك المنطقة. أما إذا تحدثنا عن يعني تلك الواجهة تحديدا، فهي تجمع ما بين كوكتيل من العصور الوسطى وأيضا الطراز البيزنطي، والذي يضم العديد من التماثيل الإغريقية التي يعني تتمثل في العصر البيزنطي والعصر الإغريقي. أما إذا تحدثنا عن تلك القباب والتي يعني تحيط القصر من جميع الجوانب، فهناك يعني قبتين فرعيتين تظهر في الصورة، وأيضا هناك القبة الكبرى وهي القبة الرئيسية والتي تعلو هذا القصر. إذا نحن نتحدث في هذا القصر عن مزيج ما بين العصور الإسلامية والعصر البيزنطي أو العصر الإغريقي. أما إذا تحدثنا عن أو دخلنا إلى بعض التفاصيل الخاصة والحكايات الخاصة داخل هذا القصر، فهناك أيضا داخل هذا القصر العديد من الأشياء الهامة جدا. في القصر من الداخل الأسانسير الذي تم إنشاؤه حين تم تأسيس هذا القصر عام 1897، وكانت تلك الفترة يعني فترة تعتبر فترة قديمة جدا تصل إلى نحو 123 عام يعني، وكان في تلك الفترة لا يوجد أسانسيرات في مصر أو في العالم أجمع، فيعني تم إنشاء هذا الأسانسير وهو يعد يعني شيء فريد في تلك الحقبة. أيضا هناك المكتب الخاص بحبيب باشا السكاكيني وهو متواجد ايضا داخل هذا القصر بالداخل. هناك ايضا بعض الزخارف والنقوش التي تجمع ما بين العصر الاسلامي والعصر الاغريقي او يعني العصور الوسطى. اذا يعني هذا القصر يجمع مزيج ما بين العصور التي تحدثنا عنها. هناك ايضا بعض التماثيل الخاصه بالاطفال والخاصه بالفتيات. تلك التماثيل هي تدل يعني على ان هذا القصر مزيج ما من تلك العصور التي تحدثنا عنها. محمد، يعني نحن هنا في هذا المكان هام جدا. هذا المكان سوف تقوم وزارة الآثار بترميم تلك الواجهات وترميم يعني جميع أجزاء القصر من الداخل، خاصة اللي هي تعرضت لتدهور خلال الحقبة الماضية، وذلك بعد يعني أن وفاة حبيب باشا السكاكيني عام 1923. ويعني الكاميرا الآن تستعرض بعض يعني
الصور الخاصة والصور المبهرة للأجزاء والتفاصيل الخاصة بهذا القصر. يعني يظهر الآن في الخلفية النافورة التي قلت لك سابقا أنها يعني تجمع ما بين التراث البيزنطي والتراث الإسلامي. سوف تكون وزارة الآثار يعني كما قلنا في مراحل قادمة يعني قيام بترميم تلك النافورة وترميم جميع أجزاء القصر لي يعني إعادة رونقه كما يعني تم أو كما حدث في قصر البارون مؤخرا والذي سوف تعتزم وزارة الآثار افتتاحه خلال أيام. يعني قصر البارون كانت حالته يعني كانت أشد تأثيرا من هذا القصر. يعني هذا القصر ما زال يحتفظ بالرسوم والنقوش والألوان، إنما قصر البارون كانت يعني يتعرض أو كان متعرضا لحالة من التدهور الشديدة. إذن عن عمليات الترميم التي سوف يشمل هذا القصر لن تستغرق وقتا طويلا وسوف يعود إلى رونقه ويستقبل زواره من جديد. بالتأكيد أشرف، هي دي الرسالة الأهم اللي لازم توصل لكل المسؤولين سواء في وزارة الآثار أو في وزارة الثقافة. بشكرك أشرف على جولتك الجميلة في قصر السكاكيني وعلى التعريف الجميل بهذا القصر الأثري المهم.